متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، شوف معنا الحالة الكارثية ديال مقبرة بن سليمان، شوف الحالة كيفاش دايرة متابعينا الكرام. فمقبرة بن سليمان في حالة كارثية، انتشار زبال، كذلك نشوف أن البقايا ديال الأشجار كلها منتشرة في الأرض في غياب تام للمجلس البلدي بن سليمان. شو معنى الحالة الكارثية متابعينا الكرام؟ شو معنى الحالة؟ قام معنا تشوف الحالة الكارثية. هادشي في غياب تام للمسؤولين بالمدينة. شو معنى الحالة؟ بقايا الزاج، هذه هي مقبرة سيدي محمد بن سليمان. شو معنى الحالة متابعينا الكرام؟ شو معنى الحالة كيفاش داير المقبرة سيدي محمد بن سليمان، مقبرة ديال المدينة. شوفوا الأزبال قاع منتشرين هنايا من الفلوحين في غياب تام للمسؤولين. متابعينا الكرام، شو معنى الحالة الكارثية؟ شو الحالة متابعينا الكرام؟ شو معنى الحالة كيفاش دايرة؟ في غياب تام للمسؤولين متابعينا الكرام. شوف بقايا الزجاج كلها مرمية هنا، حتى القبور ديال المسلمين. شوف الحالة كيفاش دايرة، فمن يتحمل هذه المسؤولية متابعينا الكرام؟ انتشار الزبال، شوف الحالة متابعينا الكرام. شو معنى الحالة متابعينا الكرام؟ متابعي قناة شوف تيفي، انتم معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. حالة كارثية بمقبرة سيدي محمد بن سليمان، فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم. من هو المسؤول؟ شوف الحالة كيفاش دايرة، شوف الأزبال كي منتشرين قرب القبور متابعينا الكرام. شوفوا الحالة متابعينا الكرام، من يتحمل المسؤولية؟ شوفوا الحالة، شوفوا الحالة متابعينا الكرام. هادشي بمقبرة سيدي محمد بن سليمان. فحالة كارثية متابعينا الكرام. نعم متابعي، الأقل يحترموا حرمة الموتى. نعم متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، جو معنا بث مباشر من مقبرة سيدي محمد بن سليمان. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، شوفوا الحالة الكارثية ديال الانتشار ديال الأزبال. شو معنى الحالة متابعينا الكرام؟ متابعي قناة شوف تيفي، شوفوا معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان، من مقبرة سيدي محمد بن سليمان. شوفوا الأزبال اللي منتشرة في هذا المكان في غياب تام للمسؤولين متابعينا الكرام. شوفوا الحالة كيفاش دايرة، كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي،
شوفوا معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان، شوفوا معنا الحالة الكارثية ديال مقبرة سيدي محمد بن سليمان، أزبال منتشرة في مدخل المقبرة متابعي الكرام، وكذلك في قبور بجانب القبور. صراحة فهادشي صعيب بزاف متابعينا الكرام. شوفوا معنا الحالة كيفاش دايرة متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، ثم معنا بث مباشر من مقبرة سيدي محمد بن سليمان. غنديرو واحد الدورة متابعينا الكرام بجانب القبور، نشوفوا الحالة كيفاش دايرة. شوفوا الحالة متابعينا الكرام، شوفوا الحالة كيفاش دايرة، شوفوا حالة المقبرة كيف دايرة. شوفوا معنا الحالة متابعينا الكرام، كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، شوفوا لحد الساعة انتشار الأزبال هنا يا متابعينا الكرام. على الاقل تدار شي حاجه، شي حمله ديال النظافه صراحه. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، شوفوا معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان، شوفوا معنا انتشار الازبال هنايا متابعينا الكرام، في غياب تام لل مسؤولين بمدينة بن سليمان. شوفوا الحالة كيفاش دايرة، يعني ماشي غير داك المهم، مكان آخر عاوتاني كله عامر. شوفوا الحالة كيفاش دايرة، شوفوا معنا الحالة متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، شوفوا معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. صراحة حالة كما كتشاهدوا معنا، شوفوا معنا الحالة كيفاش دايرة متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في حتى الموتى. شوفوا الحالة متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نتوما معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. كنشاهدوا انتشار الازبال بالمقبره، مقبره سيدي محمد بن سليمان. شوفوا الازبال كيف دايره، نعم خويا علي تحيه ليك. شو نعم، ولكن خاص تكون واحد المراقبه من طرف المجالس المنتخبه، المراقبه لهذه المقبره. شوفوا الحاله، وسط الدوم كيلوحوا الازبال، يعني خاصة تكون واحد الحمل ديال النظافة بهاد المقبرة. فهادي مقبرة سيدي محمد بن سليمان متابعينا الكرام، حتى اللي يكون الدراري الصغار تما مرميين هنايا متابعينا الكرام. شوفوا الحالة ديال المقبرة، شوفوا الحالة، ديك واش الدراري الصغار تما مرميين هنايا.
شو معنى الحالة متابعينا الكرام؟ شو بجانب القبور شنو كاين؟ إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.